أطلقت فيفو سيري كاملة من الـ X70 Pro وPlus والعادي، والكلمة اللي طلعت على بالي اللي هي كاميرا طلع على تليفون. عن جد مش عم بمزح، تخيلوا أهم صفات تكون موجودة بالهاتف هي الكاميرا، والناس صارت معودة على هذا الشيء. وفيفو وبالتعاون مع زايس انتبهوا هذا الموضوع، وعنا كاميرا مع هاتف رائع بمراجعة اليوم. خلينا نشوف مع بعض الفيفو X70 Pro، وكمان حنحكي عن X70 مواصفات وخصائص. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. خلينا نشوف مع بعض X70 والبرو. مرحبا بحلقة جديدة من مستر تيك، معكم إيهاب. اليوم معنا أحدث جهاز من شركة فيفو، الـ X70 والبرو كمان، وكمان معنا هيدفون دايما بتحكي أو دايما بتجيني من الفيفو، ولا مرة حكيت عنها، كمان هنحكي عنها على السريع. خلينا نشوف شو في موجود بالعلبة. عادة مراجعة الأجهزة بكون عم بحكي هلا عن التصميم، ولكن بما أني عم بحكي عن فيفو يعني كاميرات، كتير أشخاص بيروحوا بيشتروا الجهاز من وراء كاميراته، خاصة التعاون مع زايس. أربع كاميرات موجودين بالـ X70 Pro وثلاثة موجودين بالـ X70. بالنسبة للكاميرات الأساسية بالـ X70 Pro عندنا كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل مع جيمبل، كاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 3.4 وخاصية الـ OIS، كاميرا الثالثة 8 ميجا بيكسل ورابعة 8 ميجا بيكسل مع فتحة 3.4 وزوم ضرب 5. أما كاميرا الـ X70 عندنا 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.9، الكاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل، الزوم هون عندنا تايمز 2 X2، بينما قبل كان عندنا X5 بالبرو. الكاميرا الثالثة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 وهيدي للوايد. من الـ X50 Pro والـ X60 Pro وصلنا للـ X70 Pro ومع الجيمبل بتعاون مع زايس ومانع للاهتزاز الموجود دايما بالبرو. خواص تانية موجودة بالتصوير، عن طريق الصور فينا نفوت على البورتري وناخد صور ستايل وكذا وضعية بالإعدادات، بتصور 4K Ultra HD 60 إطار بالثانية. الصور العادية فيها أوبشن للزايس للألوان الطبيعية وفينا نضغط عليها رح تعطينا تشبع بالألوان أكتر وتحس الصورة رح تحكي. أما بالنايت مود هدول الصور اللي أخدتهم وإنتوا فيكوا تحكموا لحالكم. وضعيات تانية موجودة بالكاميرا مثل السينيماتيك مود، الوضع الاحترافي، كاميرا السيلفي بالتليفونين بالبرو والعادي نفس الشيء 32 ميجا بيكسل، بتصور 24 أو 30 إطار بالثانية، كمان 720 أو 1080 نفس السيلفي موجودة بالكاميرتين، وهذا الشيء يعتبر جيد. نوصل للتصميم بالإكس برو 70 وال70 العادي. خلينا أول شيء نحكي عن الديزاين، اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء بخصوص الباور الموجود على جنب هون، زائد هون في الانفراريد للتحكم بالتلفزيون اذا بدكم، والفوليوم عنا اياه نفس المكان، تايب سي للشحن وسماعة واحدة، الخلف زجاج. ثلاث كاميرات موجودة بالX70 واربعة موجودة بالبرو، تصميم تقريبا نفس الشيء مع البصمة الموجودة على الشاشة. الفرق بيناتهم هون عنا كيرف، هون يعني البرو اللون الأزرق، هيدا الأسود الشفق اسمه، اثنيناتهم أخدين ألوان من الطبيعة. الأزرق هون عنا شوية كيرف موجودة، ولكن بالعادي بالسيفنتي عنا يا فلات مسطح حسب انتو شو بتحبوا. أنا شخصيا هيدا الكيرف الصغير هيك ابدا مش زعجني وشايفه يعني جيد، نفس محل الكاميرا والباقي كله تقريبا نفس الشيء.
وزن الاكس 70 برو 184 بينما وزن الاكس 70 181 جرام. طول الاكس 70 برو 158 والعرض 73 اما الارتفاع 7.99 بينما قياسات الاكس 70 طول 160 2 ملم فرق عرض 75 ملم اما الارتفاع 7.5. الشاشتين نفس القياس 6.5 نفس الشيء هيدي الشاشة وهيدي الشاشة كمان بيدعم تحديث اثنيناته 120 هرتز ما بتحس بالفرق بين هيدا الجهاز وهيدا الجهاز بالنسبة للشاشة. الشاشة من نوع الأموليد تدعم اللمس المتعدد HDR 10 Plus وريزوليوشن 1080 ب 2376 4450 و 4400 فرق لا يذكر. هون عم نحكي عن بطارية الفيفو 70 برو الاكس 70 برو والاكس 70 العادي بينما الشاحن الموجود هون عنا اياه 44 واط شاحن سريع وجاية بالعلبة. اما بالنسبة للاداء فيفو اكس 70 برو جاي بمعالج من شركة الميديا تك دايمنسيتي 1200 الاوكتا كور مع واجهة الفيفو الفان تاتش او اس 12 اندرويد 11 مع وعد بالتحديث قريبا 12 جيجا بايت الرامات و 4 ديجيتال روم مع ذاكرة 256 جيجا بايت. الفيفو اكس 70 برو عطى اداء رائع خلال الالعاب ومشاهدة الافلام وحماوة مش موجودة. وعم نحكي احنا هون تقريبا استعملته أكثر من نص ساعة للألعاب كان عاطي أداء رائع بالنسبة للجيمز. إيرفون نيو من فيفو بالعادة لحظة بالعادة بتجينا السماعات وبنستعملها بس ما بنحكي عنها ولا مرة ليش ما بعرف. جاي هالمرة بالطلب المسبق للفيفو اكس 70 والبرو هيدي كهدية كانت. اذا ما راح عليكم الطلب المسبق الفيفو تي دبليو اس النيو جايين موجودين بالاسواق وخلينا نعمل مراجعة هيك على السريع عليهم. جاي السماعة بلونين لون ابيض واللون هيدا انا شايفه ازرق هو يمكن مش ازرق هو ترانسبيرنت مش عارف. وزنها 41 جرام بتضاين 7 ساعات من الاستعمال مع العزل للضوضاء وللثلاث ميكروفونات موجود العزل وشكلها حلو I like it. شغلة انتبهت عليها قبل ما اقول السعر هون ما عندي نوتش بينما هون بالشاشة في شوية نوتش هدي لقد سهوت وانا اتكلم عنها. سعر الاكس 70 برو موجود بالاسواق 2999 بينما النسخة العادية 2599 درهم. اي بتفضلوا اكتر بتكون الجيمبل الراس متحرك بتكون ما يكون في نوتش عندكم البرو واذا ما بيهمكم الامر وما عندكم مشكلة بجيمبل ولا خاصة انه مانع الاهتزاز فيها رائع فيكن تاخدوا مع هيدا اللون الرائع للإكس 70. هيدا كان كل شيء لليوم رح أترككن كمان بالرابط سعر السماعات ومن وين نشتري إذا عجبتنا الجهاز باللينك. هذا كان كل شيء لليوم حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاية مع جهاز تاني. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وسلام.